تعالوا بقى نشوف كده اهو. عملنا النهارده مع بعض البرسيل الجل زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا عامل ازاي، جل جل يعني جل اصلي. يا ريت بقى يا بنات ما تنسوش اللايك علشان الفيديو فعلا يستحق اللايك. النهارده عملناه بكل تفاصيله وبكل حركاته، ويلا بينا نروح مع بعض نشوف عملنا البرسيل الجل التحفه ده عملناه ازاي. يلا بينا حبايب قلبي جيجي. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هبهركم برضو بحاجه جديده هنعملها برضو مع بعض وبره المطبخ. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل البرسيل الجل، بس يا بنات خلوا بالكم ده للغسالات اللي هي الباب من فوق او الغسالات العاديه، ما ينفعش للغسالات الاوتوماتيك لان ده برغوه، اللي هو بدون رغوه بيبقى حاجات تانية غير دي خالص. تمام، تعالوا نشوف كده المقادير معانا ايه. الحاجات دي زي ما قلت بتتباع في شارع الجيش، والفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف للناس اللي ما شفتهوش، بتاعه المكان والاسعار بتاعه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى كده نقول مع بعض كده الخامات بتاعتنا. هنا معايا 600 جرام من السلفونيك، 600 جرام يعني اكتر من النص كيلو ب 100 جرام. ده السلفونيك بيبقى شكله كده عامل زي العسل الاسود. معايا هنا 100 جرام من التايلوز، والتايلوز ده مادة بتتقل معايا. معايا 100 جرام من الملح. معايا كمان هنا اهو 200 جرام من البطاطس، 200 البطاطس القشور. معايا لون من الازرق متدوب كده في شويه ميه على اساس ان احنا هنعمله باللون اللي هو البام اللبني ده. تقدري ممكن تعمليه بلون بامبا حتى، بس هو اللبني عشان ده اللي بيكون متداول دايما. معايا 100 جرام من التكسابون، التكسابون ده الماده اللي هي بتديني المطه بتاعت الجل. معانا بقى ايه؟ معايا هنا اهو ريحه، اي ريحه معطره عندك انت حابه تكون موجوده في الهدوم، مش عندك خالص هتجيبي كيس برسيل جيل من اي بتاع منظفات وهتكبيه على الحاجات دي، هيديك الريحه بتاعت برسيل الجيل. الريحه بتاعت برسيل الجيل اقل حاجه 50 جرام ب 35 جنيه، فلا ليه احنا عايزين نوفر. يبقى اي ريحه تحبيها، اي ريحه تحبيها، زهور، برفان، اي حاجه، ياسمين، فل، اي حاجه هنحط منها حبه صغيرين جدا. ده عندي هنا اهو، ده زيت الاسانس بتاع البرفان نفسه كنت جايباه عشان كنت بعمل منه معطر في البيت. ومعايا شويه ميه هنا اهو علشان هدوب فيها البطاطس. دي المقادير بتاعتنا. تعمل معايا قد ايه برسيل جل دي يا جيجي؟ تعمل معاكم يا بنات 10 لتر من البرسيل الجل. محضره معايا عصايه عشان نقلب بيها، ومحضره معايا الجردل، ويلا بينا نشتغل على طول. بصوا يا بنات قبل ما اشتغل البتاع اللي عامل زي الجل ده اسمه تكسابون، هحط له شويه ميه هدوبه عشان ما يتكتلش معايا. تمام، والملح برضو هحط عليه شويه ميه عشان يدوب اهو. هدوب الملح في شويه ميه، والبطاطس برضو هاخده كده اهو. دي كل دي تحضيرات، هاخد البطاطس بتاعي وانزله هنا اهو، طبعا هنبعد خالص، وانزله واسيبه يتفاعل. ويلا بقى نشتغل مع بعض. ادي العشرة لتر من الميه محطوطين في جردل كده اهو، ومعايا هنا عصايه تكون خشب ما تكونش معدن عشان ما تتفعلش. وده كده هنزل بيه اللي هو التايلوز عامل زي البودره كده، هنزل بيه حبه حبه. ده لازم الاول يتدوب كده اهو، اهو هنزل ال 100 جرام كلهم هدوبهم وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا بنات بعد ما دوبنا كده التايلوز هننزل بقى بالتكسابون. التكسابون هننزل بيه. بصوا بقى يا بنات شكله عمل ازاي بعد ما دوبنا التكسابون، بقى عامل معايا سمك وتقل. اهم حاجه ان احنا ندوب دول الاول كويس جدا جدا، وتاكدي ان التكسابون داب معاكي. هو بيبقى شكله كده، بصي عامل معايا زي الخيوط ازاي، تخين معايا. هنشوف بقى هننزل بايه دلوقتي. بصوا هننزل بقى دلوقتي بالسلفونيك اللي هو عامل زي العسل الاسود ده. بصوا بننزل بيه زي الخيط كده، زي الخيوط بننزل بيه حبه حبه صغيره. ده 600 جرام زي ما قلنا. هنخلص بقى الكميه كلها ننزل بيها وندوب كويس جدا جدا، وبعد كده نرجع لكم تاني، استنونا. بصوا ده كده الشكل بتاعه، شايفين تقيل معايا ازاي. هنزل بقى بالبطاطس اللي انا دوبته حبه حبه، ونبعد وشنا
ماشي، هنزل بيه ونقلب برضو حبة حبة صغيرين. البطاطس يا بنات مش كتير، ما تقلقيش 200 جرام. هتقولي لي كتير، هقول لك لا، اصل ده قلوي. قلوي يعني ده غير الصابون، الصابون بنمسكه بايدينا كتير، ده لازم يكون البطاطس بتاعه بالمعادلة دي علشان ينظف الحاجات اللي هي مش نظيفة. تمام، هنزل بقى بيه ونرجع تاني. بصي بقى، بعد ما حطيت البطاطس اللون فتح معايا اكتر والسمك تقل معايا اكتر واكتر زي ما انتوا شايفين، هو عايز بقى كده شوية عضلات يعني ايه علشان يطلع معاكي ناجح جدا 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 زي بتاع الشركات بالظبط. هنفضل ندوب كده وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، هنزل بشوية الملح اللي احنا دوبناهم دول اهم بالشكل ده، برضو هدوب شوية الملح تاني عشان ما يكلكعش معايا. هنزل بقى نجيب الريحة. بصوا الريحة اهي، هحط منها معلقة واحدة بس لان ده زيت الريحة، معلقة واحدة بس، ونلف برضو خيوط كده عشان الريحة تخش جوه كله. وبعدين واحنا بنقلب كده اهو، هنجيب اللون اهو وهننزل كده اهو ونقلب بقى عشان يديني اللون بتاع البرسيل الجيل. هنقلب لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه واوريكم بقى في الاخر. بصوا بقى كده اهو، ده البرسيل الجيل اللي احنا عملناه. بصوا تعالوا كده نشوف السمك بتاعه. بصي بصي عامل ازاي اهو. بصي شيل العصايه، بصوا بقى كده اهو، بصي اهو، بصي كده، بصي شايفه، شايفه الجل بتاعه عامل ازاي اهو. بصي جل جل ازاي، شايفه المطه عامله ازاي اهو، شايفين زي بتاع الشركات بالظبط، وريحته تحفه والسمك بتاعه تحفه. وكمان هتجربوه في الغسيل هيعجبكم جدا جدا جدا، والنتيجه مرضيه قوي. يعني ممكن هي كوبايه واحده بس على الغسيل هتبقى زي الفل كده. وفرنا في المسحوق ووفرنا في كل حاجه، من كل حاجه نص كيلو بس، من قصدي من السليفونك نص كيلو بس، والكميات زي ما انت شايفه، والاسعار بتاعته مش غاليه لما تجيبيها من باب الشعريه. بصي النتيجه اهم حاجه يبقى معاكي المقادير مظبوطه، دي اهم حاجه. تمام، شايفين المطه بتاعته جيل خالص ازاي اهو. بصوا يا بنات اهو، برسيل جيل جيل يعني اهو، شايفين المطه بتاعته عامله ازاي. طبعا الدنيا اتبهدلت عندي بس مش مشكله عشان خاطر عيونكم اهو. بصوا، يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده ويكون خفيف على قلبكم. اتمنى ما تنسوش اللايك، واللي اول مره يشوف القناه يشترك فيها. ولسه مستمرين في الابهار، والابهار لسه مستمر. حبايب قلبي، جيجي، باي باي.